السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة شيوات أم لينا. الفيديو ديال اليوم غادي نصايب بيتزا بالشهدة بعجينة ديال 10 دقائق. كتجي فعلا زوينة من طر مغاير، ولما لا، دائما كناكل البيتزا مدورة، غادي ناكلوها بيتزا على شكل شهدة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوش لايك أسفل الفيديو، إلا كنتو أول مرة تصوروا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اذا بسم الله على بركة الله، غادي نبداو اولا بالعجين ديال 10 دقائق. الكل كيعرفوا على ما اظن كنحتاج العبارة، انا كنعبر بهذا الكاس هذا اللي وريته لكم. اذا هنا كنحتاج 2 الكيسان ديال الدقيق، درتهم هنايا في الاول. عندي هنا 3 الكيسان نفس العبار، ولكن غادي نديرهم في الاخر بلاتي غادي تشوفوا الطريقة. عندي هنايا معلقة كبيرة ديال الخمارة ديال الخبز، الملحة والسكر، وعندي هنايا الحليب السائل. انا ما عنديش الحليب ديال الغبرة، تقدروا تستعملوا الحليب ديال الغبرة، تقريبا 1 3 المعالق كبار. انا هنا غندير السكر مع الخميرة ديال الخبز واحد شوية. غادي ندير السكر اللي بقى والملحه مع هادوك 2 الكيسان دقيق، هادو غادي نحتفظ بهم حتى البلاتي. الزيت و 3 الكيسان دقيق، وهنا غادي ندير الحليب اللي دافي مع الخميره ديال الخبز باش تفاعل. وعندي كميه ديال الماء بطبيعه الحال اللي غادي نزيدها 2 الكيسان اللي غادي نزيدهم الماء اللي يكون دافي. هنا غادي نزيد الماء اللي عندي وغادي نحرك مزيان، ومن بعد غادي نزيد الخماره اللي خليتها هنايا كتفاعل. دابا هاد العجينه هاد 10 دقائق كما كتعرفوا كتليق يعني تقريبا لكل معجنات الملحه او الحلوة على حسب. اذا هنا كما شفتوا الخميره هي تفاعلت، انا غادي نزيدها، غادي نحرك مزيان الخليط. يعني هاد العجينه بلا ما كندلكوها كنحركوها كبالمعلقه، غادي نغطيها ونخليها ترتاح المده ديال 10 دقائق. كما شفتوا الخليط كيكون هكا، نغطيها ونخليها، علاش مسمينها 10 العجينات 10 دقائق، غادي نخليها ترتاح 10 دقائق. ومن بعد ما دازت 10 ديال الدقائق غادي نزيد 3 الكيسان ديال، اولا عفوا نبدا بالزيت الزيتون، نص كاس ديال زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت نباتيه. نحركوها مزيان ومن بعد غادي نبقى نزيد في الدقيق، يعني 3 الكيسان اللي بقاو غادي نزيدهم على 2 المرات. وحنا كنحركو دائما بالمعلقه حتى كتجمع لينا ديك العجينه وكتبقى، يعني واخا كتبقى كتلصق ماشي مشكل، يعني ما نزيدولهاش دقيق. صافي كنجمع بحال هكا وغادي نغطيها مره اخرى، غادي نخليها دابا تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها عاد، وغادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو بها. اذا هنا غندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه هي اختياريه، انا عندي هنايا الزيت اللي ديال الثومه، عندي هنا صلصه ديال مطيشه اللي صايبتها من قبل بالبزار والزعتر والقزبر والمعدنوس وزيت الزيتون والثومه. عندي هنايا الفرماج محكوك موتزاريلا اللي غادي نديرها من فوق البيتزا. عندي هنايا اللحم الكفته، عندي هنا التوابل الملحه الكمون البزار الكركمه وشويه الزعتر يابس. وهنايا عندي فلفله مقطعه، البصله مشلضه حتى هي، شويه الزيتون مقطع والقزبر والمعدنوس حتى هما، وهادو غادي نخليهم للتزيين. بالنسبه للحشوه اختياريه، تقدروا ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروها بهكا بالكفته، تقدروا ديروها بالدجاج، ليكم الاختيار. اذا اول حاجه كنديروا المقله كتسخن، كنديروا كميه ديال الزيت اللي غادي نشحر فيها الكفته. انا غادي نبدا اول حاجه بالبصله، غادي نديرها تشحر في الزيت، والفلفله حتى هي لانهم مقطعين صغار ماشي مشكل.
تقدروا تزيدوا شي حاجه او لا تنقصوا، المهم نتوما لكم الاختيار. انا غنزيد حتى الفلفله تشحر معاها. صافي، هنا من بعد ما خليت البصله والفلفله كتشحر، هنايا دزت الفرماج اولا الجبن ديال الدهن، غادي نزيد عليه شويه ديال الفرماج محكوك وغادي نخلطهم لانني غادي نحتاجهم للعجينه. يعني الوقيته اللي تشحر لي البصله والفلفله ندير حاجه اخرى باش ما نضيعش الوقت. صافي كنخلطو وكنخليه على جنب لانني غادي نحتاجو العجينه البلاتي. اذا هنا بعد ما تشحرت البصله والفلفله غادي نزيد الكفته اولا تزيدو نتوما الدجاج اولا الطون، مهم كما قلت لكم ليكم الاختيار. انا زدت الكفته، هنا تقريبا عندي واحد 250 غرام ديال اللحم. صافي هنا ما غاديش نخليوها طيب بزاف لان الكفته دغيا كطيب، و الا طابت بزاف كتجي قاسحه. هنا زدت واحد جوج معالق ديال صلصه البيتزا اللي طيبتها من قبل، غادي نزيدها معها باش تعطيها البنه. ومن بعد غادي نزيد التوابل اللي عندي هنايا مع الملحه، كنحركو نخليه شويه يطيب، يعني ماشي بزاف، تقريبا واحد لخمسة دقائق. ومن بعد غادي نزيد عليها الزيتون المقطع والقزبر والمعدنوس حتى الاخر، ونطفي عليها النار، ما نخليهاش طيب بزاف. صافي نطفي عليها وغادي نخليها على جنب تبرد، وغادي ندوزو دابا للعجينه نشوفوها. هنايا شحرت هذوك اللي غادي نديرهم للتزيين، غنخليهم نحتفظ بهم. هنا كما قلت لكم غادي ندير الصينيه ندهنها هنايا بالزيت مزيان، الصينيه اللي غندير فيها هاد البيتزا. عندي الفرماج اللي خلطته قبيله معاكم، والعجينه ها هي كما شفتوا خمرات، وعندي واحد شويه ديال الزيت هنايا في الجنب كيما كتشوفوا كتلصق، خص ضروري تخدموا يديكم بالزيت. هنا غادي نحيدو من هذاك الغاز اللي فيها. صافي وغادي نبداو ناخذو كويرات صغار، انا ندهن يديا بزوج باش نقدر نهزل العجينه. انا نتوما على حساب الحجم اللي بغيتو، انا غنديرهم شويه كبارين، بتقدروا ديروهم صغار. صافي هنا كديروا العجينه بحال هكا كما تشوفوا كتلصق، ولكن راه كتجي رطبه بزاف بزاف. كندير فيها شويه من هذاك الخليط ديال الجبن اللي قلت لكم، هنا عندي الجبن ابيض ديال الدهن وعندي الفرماج المحكوك، كنجمعها بحال هكا يعني على شكل كويره بحال كنصيبوا الشهده العاديه، غير هذه غادي نحمروها بالفرماج وغادي نحطها في الصينيه اللي مدهونه بالزيت اللي غادي ندخلوها للفران. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا، يعني نبقى كندير كويرات نعمرهم بالجبن. تقدروا نتوما ما بغيتوش تعمروهم بالجبن، تعمروهم بالكفته، تقدروا تخليوهم هكاك عاديين. وكنبعدوهم شويه حيت مازال منين غادي تطيب غادي تنفخ لان فيها الخميره وغادي تلصق لينا، يعني من الاحسن نخليه واحد شويه ديال المساحه بين كل كره وكره. هنا انا غادي نسخن الفران، غادي نديرو يسخن على 200 درجه لانه هنايا ما غاديش تحتاج انني نخليها تخمر، غادي غير نخليها ترتاح. ودابا تشوفوا يعني غير الوقيته اللي غادي نسالي فيها غادي تكون ديجا خمرات، غادي نخليها ترتاح واحد شويه يعني 10 دقائق ماشي اكثر. كما كتشوفوا بحال هكا درتها بحال هادي،
نتوما كما قلت لكم تقدروا تصغروا اولا تكبروا الحجم اللي بغيتو على حساب كل واحد وشنو. دابا ندخلها للفران، من بعد ها هي من بعد ما طابت كما كتشوفوا جات بحال هذا الشكل هذا، غادي نقلبها على طبسيل اخر اولا على صينيه اخرى فاش غادي تطيب كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا، وغادي ندهنها بالصلصه ديال المطيشه اللي طيبتها من قبل كما كتشوفوا، يعني شكل جديد ويعني كتجي بحال هكا كل واحد كيهز الكره ديالو وكياكلها، كتجي فعلا سهله وكت يعني كنبدلو شويه للدراري باش يبغيو ياكلوا لنا الخضر. صافي كنمشي بحال هكا، ومن بعد غادي ندير الحشوه، ندير معلقه صغيره باش تجيني مزيانه. صافي كنستفها بحال هكا وندير فوق منها الجبن الموتزاريلا ومن بعد غادي نزينها على داكشي اللي كما بغيتو نتوما تزينوها زينوها. انا غادي نحط شويه ديال الفلفله مدوره، شويه ديال البصله مدوره والزيتون، المهم اللي كان موجود عندكم. بغيتو تخليوها غير هكاك بالفرماج خليوها غير بالفرماج. صافي من بعد منين غادي نسالي غادي ندخلها الفران تحمر، يعني كلشي راه عندي طايب غير الفرماج يذوب وتحمر من الفوق. صافي ويعني وغادي نخرجوها، ما غاديش تطلب لنا وقت اننا نطيبوها لان العجينه راها طايبه من قبل. صافي وها هي على هذا الشكل هذا، اعتذر على الاضاءه كتجي بحال هكا يعني زوينه ورطبه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، وما نكونش تقيل على قلوبكم ما تنساوش لايك الفيديو والاشتراك في القناة. نخليكم على هذا الفيديو ونقولكم الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو فريوسكم، بسلامة.